كابتن عبد الحليم، الماتش ده من بالنسبه للزمالك هل هو مباراه لاستعراض القوه وتاكيد انه نادي الزمالك عمل شوط عبقري قدام بتروجيت؟ يعني الشوط الاولاني للزمالك قدام بتروجيت شفنا فيه كل فنيات كره القدم، ثلاث اهداف في اول نص ساعه، كرات فيها تعاون كبير جدا، اللعب من على الطرفين، التحركات من العمق، نادي الزمالك شفنا كره جماعيه وكنا مفتقدين. الشوط الثاني حصل تراجع ووصف الكابتن ايهاب جلال بانه اللعيبه كانت حست ان المباراه خلصت. هل الجيم النهارده هيبقى مختلف؟ فرصه لنادي الزمالك النهارده يسرح بخياله زي ما هو عايز من اهداف، ولا النصر النهارده ممكن يبقى معاند شويه؟ لا هو المفروض الفرق الكبيره ابراهيم انا اسف ما بقاش فيها الكلام ده. يعني الفرق الكبيره بتتكلم على نادي الزمالك، ما فيش حاجه اسمها كل مباراه وليها هدفها وانا هدفي ايه في البطوله. انت بتتكلم على نادي الزمالك وبتتكلم على جهاز نادي الزمالك، بتتكلم على لعيبه نادي الزمالك، فبالتالي لما اخش النهارده انا عندي دوافع وعندي حافز، انا بكمل المشوار بتاعي. ابتدى الزمالك استفيق، اتاكد المتاكد ان انا برجع وان انا بشتغل احسن. كل مباراه انت بتكسبها وكل هدف انت بتجيبه وكل شغل كويس انت بتعمله بيدي الثقه ليك ولجماهيرك ولجهازك ولادارتك انك تشتغل وتشتغل بشكل كويس. فالنهارده انا بكمل امتداد للخمس ماتشات اللي انا لعبتهم، باكد الثقه، اللعيبه ابتدت ترجع لها الثقه، اللعيبه ابتدت تشوف كوره بتاعت الزمالك الجميله في الشوط الاولاني في ماتش بتروجيت، ابتدت اللعيبه تعمل الضغط الامامي بشكل كويس، الكثافه العاديه اللي كنا ابراهيم من اول السنه هنا في الدي ام سي بنتكلم عليها باستمرار، ابتدت نادي الزمالك يعملها بشكل كويس. ابتدى الزمالك في اول 10 دقايق بيجيب هدف، وده الطبيعي بتاع الانديه الكبيره انك بدري بتخلص المباراه، ما تستناش لما المباراه تعمل لك مشاكل. فالزمالك النهارده لا، انا النهارده داخل النهارده في هدف رئيسي لنادي الزمالك، النهارده المكسب لاول مره في فتره بعيده يدخلك المركز الثاني، تتخطى النادي الاسماعيلي ولا الاسماعيلي هيبقى متاخر عنك بماتشين، بس النهارده مكسبك يخليك تخش المركز الثاني من فتره بعيده، دي كلها مكاسب. النهارده في لعيبه كاسونج النهارده ابتدى الثقه ترجع له ابراهيم، ابتدى يهدف، ابتدى نشوف كاسونج اللي كنا بنشوفه في الاتحاد. لا في حاجات، في مكاسب كتيره جدا لنادي الزمالك، اعتقد النهارده ان انت لازم تثبت ده وبتقول ان الزمالك ماشي بشكل كويس، المكسب النهارده ومكسب يطمنك يكون هدف رئيسي ليك النهارده، ما تسيبش المباراه تسرح منك، لا النهارده اعتقد الزمالك بمباراه النهارده اهم المكاسب، يعني اعتقد ان وجهه نظري لو كسب النهارده يخش المركز الثاني ومكان نادي الزمالك.